لا جه لعيبه كتيره جدا، وعبد الشافي في الاخر محمد برضو عبد الشافي كان موجود. الشافي ده من الناس المحترمه جدا، ومن جدا الناس اللي يعني بجد بجد يعني من الناس اللي تقدر تشوفه كلعيب نموذج في كل حاجه، حتى في الاحترام وادبه واخلاقه الحقيقه. انا برضو عبد الشافي كان معايا 2010، كنا احنا اللي موجودين في البطوله. عبد الشافي من الناس زي جيلبرتو كده، من الناس اللي تحب تتعامل معاه وتنافسها. خلي بالك يعني في لعيب الكوره يعني هم لعيبه كويسين، فانت بتنافسه يبقى انت فرحان ان انت بتنافس واحد في مستوى 8 من 10 9 من 10 مش عايز تعديه. فانت احنا الاثنين اللي هو بتحاول تلعب عليه وهو نفس الكلام. فانت لا عبد الشافي انا عمرنا ما سمعنا منه كلمه وحشه ولا حد ولا كلمه انا بقول لك انا كده. حتى في الطبيعي بره الكوره والتعامل يعني. اللي انت كنت بتقوله على عبد الوهاب، عبد الشافي برضه الله يرحمه، عبد الشافي بيتعامل نفس التعامل اللي هو بيتعامل اما يتعامل مع واحد اكبر منه او حد اقدم منه بيتعامل معامله كويسه جدا. فواحد من الناس اللي الواحد برضه مبسوط بيها ومبسوط ان هو مكمل دلوقتي بكل امانه. ربنا يكمل له على خير بقيه اللي يكمل ان شاء الله. محمد عبد الشافي من اللعيبه المحترمه جدا جدا، رغم احنا في قناه الاهلي وبيلعب في الزمالك، ولكن اسلام اللعيب المحترم هيجبرك ده حاجه تضيف لنا اما نتكلم على لعيب محترم في نادي تاني. مش حاجه ما سمعنا له كلمه يعني كده ولا كلمه كده ولا بيعمل حاجه. الاحترام ده يجبر اي حد ان هو يشكر فيك او يتكلم عنك بشكل كويس.